النادي العربي، والذي تأسس عام 1953 والملقب بفريق الأحلام، اخترناه لحلقة اليوم من برنامج أجيال لنسترجع وإياكم أجمل أحلام المسيرة بصحبة نجمه عادل الملا، والذي يحاوره لاعبي الأشبال من فريق العربي وهما عبد الرحمن النعمة ومحمد الماجد. كابتن، اليوم انا وزميلي محمد الماجد سعداء لان قدرنا نستضيفك، نقدر نسولف معاك وندردش معاك، وحبينا بالذات نبدا من هذه الغرفه اللي كان فيها مشاعر الحزن، مشاعر الافراح. قول لنا يا كابتن، ايش كانت تعني لك هذه الغرفه بالذات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اول شيء عبد الرحمن مشكور على الاستضافه وزميلك محمد، وطبعا لعبه المستقبل انتم، والله يوفقكم. بالنسبه لغرفه الملابس، غرفه الملابس طبعا هي كانت بداية، طبعاً شو أقول لك، يعني بداية الانتصارات، بداية الأفراح أكثر طبعاً من الأشياء الحزن طبعاً والهزايم. يعني كل شيء يصير في غرفة الملابس، وكل اللي كان يصير في غرفة الملابس كان بين اللعيبة نفسهم وبين الإدارة الفريق ومدير الفريق ورئيس الجهاز أبد، يعني حتى رئيس النادي وحتى الأعضاء وحتى الجماهير كانوا ما يدخلون الغرفة هذه أثناء التدريب، قبل التدريب، لكن بعد المباريات، خاصة إذا كانت مباراة فوز أكثر طبعاً من مباراة الهزايم اللي فيها طبعاً فريق ينهزم ولا يفوز. في وضع الفوز طبعاً الغرفة يعني ما شاء الله كانت يعني تنترس المشجعين، أعضاء النادي اللي هم طبعاً 9، رئيس النادي ومحبين النادي، حتى العاملين في النادي يعني من العمالة الأسيوية الموجودة في النادي كانوا يدخلون مصرح لهم، كلهم كان يدخل خاصة وقت الفوز. الغرفة مفتوحة للاحتفال طبعاً، خاصة في مباراة القوية، في مباراة خلينا نقول مباراة القوية في الدوري ولا حتى في مباراة الكؤوس مثل كأس سمو الأمير. طبعا الغرفة هذه كانت مهمة بالنسبة للقلعة العربوية، فيها الضحك، فيها الوناسة، فيها الجدية قبل التمرين، وفيها طبعا المرح بعد التمرين، طبعا سواء تمرين قوي ولا تمرين خفيف ولا مباراة قوية فزنا فيها ولا انهزمنا فيها. فالغرفة هذه كانت تعني العربوية، وكانوا يضربون بها المثل في قطر الأندية كلها ولعبة الأندية الثانية في الغرفة العربوية. زين كابتن، تذكر أول بطولة لك شاركت فيها لكأس سمو الأمير، شنو كان شعورك تجاهها؟ أول بطولة طبعاً أنا وأربعة خمسة من زملائي كنا في فريق ناشئين أكبر من سنكم، كنا 16-17 سنة، فكانت في دورة تمهيدية. العربي كان قوي في آخر الثمانينات، وإحنا كنا في الناشئين ونلعب فريق الشباب، يعني كنا سابقين اعمارنا مستوانا. فمدرب الفريق الاول كان ياخذنا 4-5 خاصه مع ادوار التمهيديه في كاس سمو الامير، يريح اللعيبه الاساسيين المشاهير كانوا طبعا جيل الثمانينات، جيل كاس العالم 91، منهم كابتن ابراهيم خلفان، محمد دهام، علي زيد، خميس دهام، واو، يعني لعيبه كثار، احمد الماجد، حاسن مرمى، كان ياخذنا احنا في مباريات الضعيفه اللي يمزج بين اللعيبه الخبره واللعيبه اللي احنا الصغار، كيعطون طبعا بدايه ان نحط طبعا رجلنا في ارض الملعب ونتعلم على اجواء الفريق الاول كشيء تمهيدي طبعا، وشيء يحسب للاداره انا ذاك، وحتى للعقليه الموجوده بالاسم المدربين الموجودين كانوا، ان هي اللاعب هي وهو عمره صغير المباراه بفوز فيها انا، ففريق درجه ثانيه راح يقابلني وانا اقدر طبعا افوز بالنص الاساسيين، نص اللعيبه الشباب، فاعطيهم الفرصه. وكانت الفرصه في البدايات هذه في موسم 89 تقريبا، يعني 88-89 انا كان عمري 16-17 سنه. طبعا كابتن، بما انك شاركت في كاس بطوله كاس الامير في السابق وانك تشوفها في الوقت الحالي، هل تشوف ان في فرق في البطوله بين الماضي والحاضر؟ اكيد طبعا الفوارق كبيره بالنسبه لكاس سمو الامير اليوم في اخر الثمانينات، طبعا من جيل التسعينات انا، وطبعا خلينا نقول في الوقت الحالي حاليا 2019، ففي فرق كبيره بالنسبه لتجهيزات الفرق وطموح الفرق، والمباريات كانت تكون طبعا في من جانب طبعا ذهاب بس، مباراه فاصله ادوار تمهيديه ما في ذهاب واياب، ونظام البطوله كان غير، نظام طبعا القرعه مفتوحه، ممكن الفريق يواجه اي فريق قوي في مستواه ويطلع واحد منهم، وطبعا ويسهل الدر طبعا للفرق الضعيفه، الفرق المتوسطه،
اما اليوم طبعا الفوارق تغيرت، اليوم القرعه موجهه، طبعا اليوم القرعه تكون اريحيه للاربعه في المربع الذهبي انهم يلعبون في الجوله الرابعه والخامسه اللي حد النهائي. طبعا الفرق الصغيره هي اللي تبدا في بدايه المشوار من خمس جولات كاس الامير حاليا، لكن حتى نظام البطوله الجماهير وعشق طبعا كاس الامير الاول كان موجود، طبعا اليوم موجود لكن الاول من جيلي انا اتكلم كانوا بشكل اكثر، طبعا الجماهير متدين اكثر، كل جمهور طبعا كل نادي وراء جمهوره، وحتى الامور التحكيميه تغيرت، نظام البطوله الذهاب واياب والامور التحكيميه وضع البطوله، لكن وقت البطوله كان موجود طبعا في شهر 4 و5 ويمكن مثلا شهر 6، فكنا نوصل المباراه النهائيه في كاس الامير الاول كنا تعبانين، خاصه فريق مثل العربي كان ماخذ له بطوله تنشيطيه ومنها بطوله الدوري ويكمل له مشوار في نص 6 كان دائما ينتهي كاس الامير، مشوار طويل وصعب بالنسبه للفريق اللي لعب موسم طويل وحافل وفاز في بطولتين ويكمل طبعا في كاس الامير، مشوار كان متعب مع انه كان طبعا في مباراه واحده تلعب، مباراه في الدور الثاني مباراه واحده تلعب، الدور الثالث مباراه واحده وتوصل نهائي، ذهاب اياب كان غير موجود طبعا الا الفتره الحاليه. طبعا في ظروف والقوانين كلها طبعا تغيرت، في فارق كبير. زين كابتن، شنو كانت استعداداتك او تحضيراتك قبل اي مباراه لكاس سمو الامير؟ الاستعداد طبعا تبع اليوم المباراه وحتى في استعداد طبعا ما قبل المباراه طبعا ليت المباراه، يعني الواحد يكون يفكر في المباراه بس مش تفكير كثير طبعا يطغى على تفكيره طول اليوم طول الليل، يحاول ينام بكير ياكل الاكل زين طبعا يساعده في وقت المباراه، خاصه كاس الامير كنا نلعب البطوله هذه في اجواء حاره، اليوم كاس الامير حاليا يخلص في النهائي في نص خمسه، لو احنا في سته نص سته البطوله اللي احنا موجوده وشغاله يعني. فيوم المباراه طبعا كنا نجتمع احيانا في النادي، هذا كان معروف طبعا في لوبي النادي العربي، اعضاء النادي ومحبي النادي موجودين الضحى الساعه 10 الصبح، واحنا نجي نطلع عليهم ونسولف شربنا قهوه ولا شاي مع اداره الفريق ومدرب صراحه الموجود احيانا المدرب والجهاز الفني وبعض اللعيبه مش كلهم، من عقبها نروح البيوت ونتغدى ونرجع طبعا كتجمع الفريق ما قبل المباراه بساعتين ثلاث، طبعا استعداداتنا كانت عاديه بكل تركيز طبعا اكيد. طبعا كابتن قبل كل مباراه كاس احنا اللعيبه نحس بتوتر وعارفين النوم، طبعا هالشيء لازم يفيد اللاعب، انت قبل مباراه كاس سمو الامير شنو كنت تحس؟ طبعا قبل مباراه كاس سمو الامير طبعا الادوار التمهيديه ولا نصف النهائي ربع النهائي حتى لو النهائي يعني نحس انه في شد مشدودين شويه، في ضغوطات علينا من الجمهور، الجمهور العربي كبير والعربي في وقتنا احنا في التسعينات يعني ما يطلع من الموسم الا بطوله بطولتين، والعمر العربي من 89 لين 98 ما طلع باي بطوله خايل الوفاه، العربي لازم يطلع باي موسم، والفريق اللي جمهوره كبير متعود على البطولات فدائما يكون اللاعب مضغوط قبل المباراه سواء مباراه الدوري ولا مباريات طبعا اللي هي كاس سمو الامير، مضغوطين مشدودين، لكن من يصفر الحكم ونشوف جمهورنا الموجود وثقتنا في لعيبتنا محترفيننا وجهاز الاداري طبعا مع بدايه اللعب يروح الشد ويروح كل شيء خلاص ويدخل اللاعب ويستمتع، كوننا طبعا اللاعب عنده ثقه في نفسه وعنده ثقه في اللعيبه المجموعه اللي معاه. زين كابتن، اكيد في مواقف وايد صدق في بطوله كاس الامير، شنو هو الموقف اللي مستحيل تنساه؟ الموقف طبعا لما استدعونا ان نلعب مع فريق نادي النصر يومها، اليوم طبعا فريق الشحانيه منطقه الجماليه، كان نادي النصر دائما في درجه ثانيه وفريق نسبه مع احنا صغار وفريق لعيبته دائما فيهم يعني لعب الرجول يلعبون وساعات حتى لعب رجولي يميل الى العنف، فلما اختاروني انا مع اربع من زملائي كنا في فريق الناشئين في العربي بدون مبالغه يعني كنا صغار، فيوم اختارونا وقالوا لنا ان اختارناكم بكره بتجون بكره والمدرب حط التشكيله ولعبني انا واربع من زملائي، فقال لي بكره تلعب، فهني انا يعني خفت يعني خفت انه طبعا اول مباراه فريق الاول اول مباراه راح تخل في الباص طبعا مع اللعيبه طبعا النجوم اللي ذكرت من ساعه نجوم استراليا لعيبه كبار على مستوى عالي، ان احنا نكون طبعا تشرفنا احنا نكون طبعا معاه في الباص دخولنا للملعب اجواء المباراه كاس سمو الامير
الجمهور ينتظر الحين ايش اللعيب اللي اختارهم المدرب اللي دار اختاروهم انهم طبعا نواه طبعا الفريق اللي راح يتعزلون طبعا اللعيبه هذول راح يتعزلون واحنا ناخذ مكانهم هاي كان العرف الموجود ف كنا صغار والمره كانت استاد خليفه مو عارف ايش نسوي هل بنفوز هل راح نهزم كنا طبعا لعيبه صغار في المباراه هذيك مع خمسه سته من نجوم الفريق الاول احنا اربعه من اللعيبه اللي صعدوا وفريق عنيف قدامنا لعيبه كانوا معروفين بالاسامي بالاسماء انهم كانوا لعب رجول وحتى ضرب يعني خاصه فريق النصر في الثمانينات فالحمد لله دخلنا وجبنا هدف هدفين وساعدونا اللعيبه الكبار وانا بعد احرزت هدف في المباراه هذه اعتقد فزنا 4-0 خلاص وراحت يعني الضغوطات والعقده طبعا من الفريق الاول وعقب خلاص يعني دخلنا في اجواء الفريق الاول الموسم اللي عقب ذاك الموسم طبعا كابتن عادل بما ان اهدافك كثيره في كاس سمو الامير عطنا هدف راسخ في ذاكرتك ومستحيل تنساه الاهداف طبعا في اهداف كثيره طبعا سجلتها انا في كاس الامير طبعا في 3 بطولات وانا فزت في 3 بطولات في كاس الامير مع النادي العربي ولعبنا نهائي مره رابعه وطبعا غير الاصابات اللي منعتني ان العب في معظم كاس الامير في ال 14 سنه اللي راحت في مشواري فأجمل هدف لي وما أنسى طبعاً في النادي الأهلي سنة 2001-2002 يوم كنت أنا أمثل فريق الريان يوم لعبت مع فريق الريان هدف التعادل أحرزته في آخر 5 دقائق من نهاية المباراة مهزومين من الغرافة 1-0 وجات كورة ولعبتها باليمين وراحت الجول طبعاً الملعب هنا يهتز جمهور فريق الريان يعني الملعب صار زلزال في الملعب هاي شيء أنا ما أنساه واللقطة عندي موجودة في البيت والهدف موجود عندي في البيت شيء صراحة يعني خيال اللي صراحة اللي صدر من جمهور نادي الريان فرحتهم بالتعادل طبعا هو كلاسيكو خلينا نقول الغرافة والريان طبعا الديربي بينهم في منطقة الغرافة والريان فهدف كان جميل ووقتها كان حلو ودخلنا معهم كاس الدور قبل النهائي في ضربات الجزاء الترجيحية وفازوا علينا لكن هذا الهدف ما انساه انا ما احلى اهدافي في كاس الامير بوقته ولقاء والخصم كان من الغرافه هدف جه في اخر 3 دقائق من الشوط الثاني والجمهور جمهور الريان كان رهيب ذاك اليوم في ملعب نادي الاهلي. زين كابتن من هو اللاعب اللي كنت تحس انه احسن واحد وياك في الفريق؟ يعني من يزخ الكوره ما حد يقدر يطلع من الكوره. بالنسبه للاعب اللي الحين اذكره عقب سنوات طبعا والجمهور يدري بدون طبعا يعني سؤالك الجمهور يجاوب عليه ما يحتاج يعني لاعب واحد ولا له ثاني ولا ثالث مبارك مصطفى اكيد يعني الجمهور عرفنا مع بعض صعود من الفريق الاول في المنتخب وفي النادي ومن بعده طبعا توزعنا هو راح لنادي اخر انا راح لنادي ثاني فيظل مبارك مصطفى طبعا يعني اللاعب الاوحد اللي كان قريب لي في الملعب وبرا الملعب كابتن قول لنا من المدرب اللي استفدت منه واخذت خبرات منه؟ المدرب اذا في بدايه مشواري الكابتن القدير عيد مبارك. كابتن عيد مبارك كان يعني متخصص في الفئات السنيه كان ما شاء الله عليه يعني يعرف اللاعب الزين واللاعب البديل واللاعب اللي يلعب كذا مركز يعني ما شاء الله يعني كان في العربي وموجود في الاهلي اساسا وراح الريان فكل اداره تجي من الانديه طبعا الكبيره في قطر بعد بروز اكثر من نجم تحت يده تحت طبعا تدريبه فكل الانديه كانوا يبغون كابتن عبد المبارك انه ما شاء الله هو كان يعني مثالي والمثال طبعا المدرب اللي خلينا نقول يعرف اللعيبه الزينين يعرف هذا اللاعب ايش مركزه يعرف يوظف اللاعب في المراحل العمريه طبعا المتوسطه 14-15 سنه يعني كانت طبعا هذه يعني عنده ما شاء الله نظره يعني ثاقبه وبعيده كابتن انت رفعت الكاس 3 مرات وصف لنا شعورك لما رفعت الكاس 3 مرات والله شعورنا طبعا يعني شعور طبعا لاعب يتوج طبعا في اخر بطوله الموسم بطوله غاليه علينا كاس سمو الامير على مر العصور طبعا الثمانينات والتسعينات وبعد طبعا المواسم هذه يعني دائما الاهتمام طبعا كبير على البطوله هذه بطوله قصيره لكن غاليه بحجمها طبعا وحضور سيد سمي طبعا في النهائي وطبعا شرف للفريقين لكن التتويج دائما حلو في نهائي كاس سمو الامير التتويج دائما حلو. المركز الثاني طبعا
ما يعتبر طبعا انه فشل للاعب وللنادي، لكن الفريق اللي يوصل للنهائي طبعا الكاس الامير دائما يكون طبعا انه اللاعب وصل لاغلى بطوله ولاخر بطوله في الموسم، يعني طبعا نسبه من النجاح حتى المركز الثاني، لكن لا طبعا الواحد انه يرفع الكاس ويكون فايز بالبطوله. طبعا لحظات يعني حلوه وتاريخيه موجوده لحد اليوم طبعا نتذكرها، الجمهور يتذكرها من جيلنا، وطبعا والقنوات الفضائيه منهم طبعا قناه الدوري الكاس طبعا دائما تعيد التاريخ بالنسبه للاجيال القادمه. كابتن، متى حسيت بالخوف والقلق ان البطوله ممكن تروح من يدكم؟ والله حسينا في موسم 90-91 يوم قابلنا فريق الوكره. فريق الوكره كان فريق قوي، منا 4-5 في المنتخب القطري، منا لعيبه صاعدين طبعا كانوا حتى من جيلنا احنا، لعيبه الشباب 18-19 اعمارهم، وعنده لعيبه محترفين على مستوى، اثنين محترفين. فاحنا اول بطوله، هاي ثاني بطوله لنا انا من جيلي طبعا 4-5، مبارك مصطفى، سالم عدساني، واحمد خليل حارس المرمى، صلاح المالكي، عبي سالم، ما شاء الله يعني اسماء كنا صغار طبعا، مش في جيلنا، مش وقتنا طبعا ذاك الوقت، لكن لعبونا اعطونا الثقه ووصلنا النهائي. فخوفنا طبعا ان احنا نفقد البطوله هذه مع فريق الوكر اللي كان نت قوي لنا في البطوله هذه في المباراه النهائيه. وزي ما قلت لكم طبعا احنا كنا صغار، يعني لين ما وصلنا 17-18 سنه ولعبنا اول نهائي. الحمد لله فزنا في الشوط الثاني بثلاث اهداف وتوجنا بالبطوله هذه. زين كابتن، قول لي من هو الحارس اللي كنت تخوف منه لما يكون موجود ضدك؟ والله شوف، الصانع العاب ولا الجناح ما يتواجه مع الحارس وايد في 90 دقيقة. يعني أنا صانع العاب، جناح يسار، جناح يمين، ما كنت راس حربة. لكن الحارس اللي طبعا أشوف إنه صعب علي أنا وعلى الفريق على راس حربة فريقي، والله يعني بدون طبعا أذكر اسم له الاسمين، يعني قطة مشهورة من الحراس الفترة طبعا خلينا نقول في الثمانينات والتسعينات، كل فريق عنده أساسي والاحتياط نفس المستوى وعنده حارس ثالث من المدرجات. القرافة عنده، العربي عنده، السد عنده، الخور عنده، الأهلي، كل الفرق عندهم، قطر كلهم عندهم ثلاث حراس، طبعا خلينا نقول واحد فارق واثنين مستوى نفس المستوى. لكن في حراس الواحد يذكرهم يعني الكابتن يونس أحمد، عامر الكعبي طبعا الوقت اللي طبعا لعبت فيه أنا، أحمد خليل أكيد يعني يخوف طبعا، لكن من حظي أحمد خليل ومن حظه هو أن كلنا فريق واحد، ما تقابلنا، يوم تقابلت معاه انا في فريق وفريق غير طبعا وسجلت عليه. طبعا هاي شرف بالنسبه لي انا، احمد خليل فخر الحراس خليل واسير. عم الكعبي يونس احمد، احمد خليل، والله حراس كثار والله. يعني احمد المطوي في السد، مرتضى طالب، حراس كثار صراحه، يعني يمكن ما اذا انسى لي واحد يمكن اظلم لي حارس حارسين، لكن قلت لكم حراس قطر كانوا طبعا يضربون به الوصف في دول الخليج من كثرتهم من 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 جيدهم. كابتن، لعبت وايد بطولات في كاس الامير، شنو البطوله اللي ودك ترجع تلعبها مره ثانيه؟ الجواب طبعا عندي سريع موجود، بطوله 1993-94 ذاك الموسم لعبت الدوره التمهيديه، جاتني اصابه في اثناء كاس الامير، على ضوها طبعا رجعت لبلجيكا عملت الغضروف وافتقدني الفريق، وانا افتقدت الفريق طبعا في دور الاربع دور النهائي، وصلنا مع نادي السد، والمباراه كانت حتى في ملعب نادي الاهلي. فريقنا تقدم 2-0، والعربي ذاك اليوم كنا ماخذين الدوري اوريدي، احنا ماخذين بطوله تنشيطيه نبحث عن الثلاثيه، طبعا هاي طبعا عوايد العربي الاول انه يبحث عن بطولتين ثلاث، وكنت اتابع البطوله طبعا مع اخوي عن طريق الهاتف في 94 تقريبا. قلنا خلاص فزنا بالكاس، لكن رجعنا للشوط الثاني، سجل الهدف الاول، سجل في الهدف الثاني، سجل الهدف الثالث والفوز، وفاز علينا في البطوله. بطوله ما لعبتها انا في النهائي، لكن لعبت الدوري التمهيديه. ودي انه اذا يرجع الزمن ونفس الفريق امام السد، ودي انه ارجع العب ونفوز مره ثانيه. زين كابتن، تتوقع ان مستوى النادي العربي هذا الموسم ياهل انه يرفع كاس سمو الامير؟ نهائي كاس الامير طبعا، والفوز بكاس الامير طموح اي فريق، والعربي مشوار طبعا المدرب الايسلندي في اخر شهر ثلاث، وانضمام بعض اللعيبه المواطنين المحترفين تغير شكل الفريق صار للافضل. والعربي ان شاء الله بجمهوره والفريق الموجود وبعزيزنا طبعا المجموعه كلها انهم ينظرون يقابلون اي فريق سواء سهل ولا غير سهل، فريق من الفرق المربع. طبعا مشوار بطوله مشوار قصير طبعا، من مباراه واحده بدون اشواط اضافيه 90 دقيقه، فريق اقوى منك ممكن
يعني تكتيك المدرب الجاري وتوصل البلنتيات، والبلنتيات طبعا كلها ضربات ترجيحيه، ضربات حظ، شو طبعا حظ وشويه ثقه. لكن العربي ان شاء الله اذا يبغى يوصل النهائي لازم يحط في باله انه بيواجه فرق في مستوى افضل من المستوى، لكن اللي بالبطوله لازم انه يكون قوي وشجاع، عنده الثقه انه يوصل النهائي. العربي ان شاء الله انه يقدر. بعد استضافة عبد الرحمن ومحمد لاعبين تحت 15 سنة بالنسبة لسوالفنا ودرجتنا، الحين أنا راح أتحداهم وأسألهم بعض الأسئلة في الأمور التحكيمية. محمد عبد الرحمن، بما أنكم طبعاً الحين أنتم لعيبة في فئات السنية وفزتوا ببطولة، فعندي لكم كم من سؤال بالنسبة للأمور التحكيمية، والسؤال طبعاً اللي يجاوب يجاوب بسرعة، أشوف من الأسرع في الإجابة، من اللي عنده طبعا سرعة البديهة، ومن اللي ملم في طبعا في التحكيم والقوانين التحكيم والبنود وكلها. زين، احنا في نص الملعب، أنا خصمك محمد، رفيجك وراي، لعبت الكورة من فوقي يعني مثل الشب، شليتها من فوقي أنا يعني لمستها بيدي، عقد الكورة صح، أنا فاول هند ضربة يد عمدا ولا مو بعمدا؟ بغض النظر نص الملعب عادي اللعبة. نص الملعب انا تقول لا انا قلت لك نص الملعب فاول بس فاول ها؟ فاول بس ما في كرت انا قلت لك على حسب هو عمدا ولا بعمدا؟ انا اقول لك عمدا ولا غير عمدا في نص الملعب يعني كوره ميته بلهجتنا كوره مش يعني بتجيب هدف ولا بتسوي طبعا لا فاول بس يعني الكوره غير فاول كرت كوره غير مؤثره فاول بس فاول بس فاول انت تقول كرت اي فاول وكرت كرت العام الماضي وقبل السنه هذه تغير القانون في نص الملعب تاخذها كذي يعني اخرت هجمه في نص الملعب والكوره مو رايحه جول ولا انفراد حق الخصم عرفت لمست الكوره انا بس يعني صفر الحكم هند ضربت لمسه يد وترجع مكانك هذا طبعا من هالموسم طبعا صار هالشيء زين الشيء الثاني طبعا الحين ما ادري مين اللي جاوب انا جاوبت ها بس جوابك الاولي باصفر ايه؟ عقب قلت بدون اصفر ايوه قريت الظاهر اللي في بالي ايه مو بهين زين السؤال الثاني الحين داخل منطقه الجزاء انت شت كوره واللاعب مدافعين موجودين مهاجمين موجودين الحارس وراه صح انت شت كوره على الجول جات الكرة ضربتني في صدري وضربت يدي وطلعت وتغير اتجاهها داخل منطقة الجزاء ايش تحسب الحكم؟ بلنتي لا مو بلنتي ما يحسب فاول باص يلعب باص قبل شو فاول باص لا انا داخل 18 انا مدافع انت حق قاعد تسدد الحارس وراي منطقتي انا داخل 18 سدت الكرة ضربتني في صدري عقب صدري ضربت يدي يعني علنا الحكم ما يحسب شيء لان لمست شيء قبل ما تلمس يدك يا عبد الرحمن انت تسالني؟ ليه مو مستوعبت صح؟ ليش؟ انا اللي قلت فاول باص ما توقعت شلون يعني فاول باص؟ يعني فاول غير باص يعني فاول مو بغير مباشر لازم يلعب باص كلهم ورا الكوره وهو لازم يلعب باص عقب يشوت اللاعب لا لا الكوره متحركه انا اقول مش ضربه حره مباشره الكوره متحركه زين الكوره الحين راحت ومع خط الجول مع خط المرمى طبعا يعني في نص الخط واكثر من نص الخط وشلها الحارس انا ضربتها براسي ولا شتها انا بريلي وراحت الكوره وعدت خط المرمى بشويه بس ما زالت شويه على الخط ورجعها المدافع هدف ولا غير هدف؟ لازم دش كامله صحيح طبعا في نهايه طبعا اسئلتي انا تفوق عبد الرحمن على محمد اثنين واحد اشد حيلك في الامور التحكيميه وتابع برنامج الحكم طبعا زميلنا بري بلال لان احنا نستفيد وكلنا نستفيد طبعا من البرنامج هذا اللي طبعا شامل في الامور التحكيميه عبد الرحمن تستاهل الكوره هذه كابتن احنا سعداء انا وزميل محمد الماجد ان قدرنا نستضيفك وناخذ الخبرات منك وان شاء الله تكون وان شاء الله نتلاقى في مناسبات ثانيه وبما ان اخذنا الكاس احنا هالسنه تحت 15 سنه
للاشبال. ان شاء الله نتمنى التوفيق للعرب انه ياخذ سمو الامير هالسنه. طبعا انا اشكركم على الاستضافه هذه. طبعا انتم جيل المستقبل وانتم تحت ال 15 لكم ان شاء الله طموح لحتى ال 2022 ان في لعيبه يسبقون وقتهم يتالقون في السنوات هذه الجايه وحتى تكونوا ان شاء الله مشاركين في 2022 في قطر. وبالنسبه لكاس الامير ان شاء الله للفريق الاول طبعا انتم الفال الخير، انتم سبقتوا الفريق الاول وان شاء الله الفريق الاول اليوم في الاسابيع الجايه ان شاء الله يخوض كاس الامير ويصل النهائي ان شاء الله يفوز بالكاس.